طبعا كلنا شفنا مقلب حمدي وفاء الجزء الثالث، وكلنا لما شفنا وفاء لابسه طرحه قلنا بس كده المقلب حقيقي وهم مش متفقين مع بعض. لكن في الحقيقه الفيديو مليان اخطاء كتيره بتاكد فبركه المقلب. اغلبكم لاحظ بعض الاخطاء ديت واغلبكم ما خدش باله منها. في بدايه المقلب حمدي كان مذنب نفسه في العربيه بعد نص الليل وعمال بيراقب البيت واستنى لحد ما كله نام واتسحب وراح للوحه مفاتيح الكهرباء ونزل السكين علشان يقطع الكهرباء في البيت. بعدين طلع البيت ومسك الكشاف في ايده وكان بيتاكد ان وفاء نامت. طبيعي ازاي وفاء مصحتش من الكشاف اللي كان سرجه في وشها ولا حتى حست بخطوات رجله على الارض. وكمان الاوضه راكب فيها تكييف، المفروض ان درجه حراره الجسم بتتغير بنسبه كبيره في فتره قصيره، الشخص اللي نايم بيصحى غصب عنه. وده يدل على ان حمدي متفق مع وفاء زي ما اتفق مع اولاده، زي ما قال لهم يعملوا نفسهم نايمين قالها كده هي كمان. وحتى لو افترضنا انه ما قالهاش حاجه، هو وفاء نومها تقيل زي ما حمدي قال، ازاي كل اللي حصل ده ما يصحاش من النوم؟ ومجرد ما حمدي رمى حته زلطه صغيره في الشباك صحيت على طول. وهو لما وفاء صحت من النوم شغلت الكشاف على طول ولبست عبايتها. طب هي عرفت منين ان الكهرباء قطعت وهي ما راحتش ناحيه الكوبس حتى؟ ده معناه ان هي عارفه فكره المقلب من الاول وعامله حسابها ان حمدي هينزل سكينه الكهرباء. بعد كده شفنا حمدي وهو بيجهز كاميراته علشان يصور، وبيكون مراكب كاميرات في جميع انحاء البيت ما عدا الاوضه بتاعت ولاده اللي هما بلال ومحمد. ولو اخدت بالكم انه فعلا لما نزلت راحت لبناتها بس وما كلمتش محمد ولا بلال ولا حتى راحت لهم، وده لان مفيش كاميرا اصلا موجوده في الاوضه بتاعتهم علشان تصورها. وكل ده سيناريو هما اللي كاتبينه ومتفقين ان محمد وبلال مش هيكون لهم دور في المقلب ده. ولما حمد بيعمل صوت بره وفاء بتخاف وبتقوم من النوم على طول وبتبدا ان هي تصلي، وسبب صلاه وفاء في المقلب ان هو يكون سبب مقنع علشان تلبس الحجاب، وعلشان برضه لما تيجي تضرب حمد على دماغه تكون لابسه الحجاب بتطلع بوشها ومحدش يقول اشمعنى وفاء لبست الحجاب دلوقتي. وسبب خلى وفاء تضرب حمد على دماغه ان هو يكون في جزء رابع من المقلب والسلسله ما تخلصش لحد هنا. وفي النهايه برجع وبقول لكم مهما كانت مقلب حمد وفاء حقيقيه ولا فيك، جمهورهم مش بيفرق معاه لان هم مش بيتفرجوا على المقلب مخصوص، هم بيتفرجوا علشان حمد وفاء ذات نفسهم. ولو خيرتوا جمهورهم بين ان حمد وفاء ينزلوا كل يوم مقلب فيك ولا ينزلوا كل اسبوع مقلب واحد حقيقي، هيختاروا ان هم ينزلوا كل يوم مقلب فيك لان هم بيحبوا يشوفوهم على طول. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.